مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن سي فود كده بس بشكل جديد ومختلف. تقدروا تقولوا ان الطريقة دي مش هتكون موجودة في اي مكان، لاني الطريقة دي فيها شوية تكات من عندي كده، وكمان انا اكلت الطاجن ده مرة واحدة كده لما كنت في شارم، كانوا عاملينه بنفس الطريقة بس كان خطير وبجد مختلف جدا. من ساعتها وانا ما بعملهوش غير بالطعم والشكل ده. شوية مقادير ممكن تكون مختلفة بالنسبة لبعضكم، بس صدقوني الميكس بتاعها مع بعضه بيبقى خطير وكمان مفيد جدا، ويعني كل حاجة فيه لذيذة وطعمه مختلف. وكمان هنعمل شوربة جمبري في الفيديو بطريقة جديدة ومختلفة، لشان هنعمل منها زي مرقة كده للطاجن بتاعنا. يلا عشان ما نتكلمش كتير نقول المكونات بتاعتنا والطريقة. المكونات، انا حطيت هنا كيلو جمبري وكيلو سبيت، وحطيت حوالي 4 معالق من المكسرات المجروشة. المكسرات دي هي كاجو وعين جمل ولوز. يلا كده نقول الطريقة، واحنا بنقول الطريقة هقول لكم المكونات وهكتبها لكم في صندوق الوصف. في الاول هنعمل الشوربة بتاعة الجمبري اللي هي المرقة بتاعة الطاجن بتاعنا. الشوربة بقى مكونة من ايه؟ انا قشرت الجمبري علشان احطه في الطاجن، اخدت بقى القشر بتاعه وهعمل بيه احلى شوربة ممكن تتخيلوها. شوربة كده بتتقدم في المطاعم على فكرة، معظم المطاعم بتبقى الشوربات بتاعتهم بالشكل ده. نحط كده حلة على النار صغيرة، ونحط فيها معلقة زيت صغيرة، وعليها القشر بتاع الجمبري اللي احنا قشرناه. واول ما يتشوح بسيط كده هننزل عليه بصلاية وطماطماية و4 أو 5 فصوص ثوم، وحتة من الفلفل الالوان كده صغيرة، يعني نص فلفل الوان، وشوية من الكمون، وشوية من الفلفل الاسود، وشوية من الجنزبيل، ورشة حلوة من البابريكا المدخنة. وهنقلب كل ده مع بعضه، مش هنحط له مية دلوقتي، هنسيبه ياخد الطعم كله في بعضه كده. ممكن ترشوا رشة من الـ7 بهارات بس انا ما بفضلهاش. دلوقتي هو اتشرب في بعضه وريحة البهار طلعت، والخضار اللي انا حطيته بدأ يدبل. هحط بقى عليه المية المغلية وهسيبه على النار كده شوية حلوين، يغلي كتير جدا لغاية ما المية تقل. وهبدأ بقى انا في الوقت ده اجهز الحاجة بتاعت الطاجن الخطير بتاعي. هقطع الجمبري لقطع صغيرة، او ممكن تسيبوه زي ما هو لو انتوا حابين ان الجمبرية تبقى صحيحة زي ما هي. انا بفضل ان كل حاجة تبقى صغيرة علشان تبقى على قد المعلقة. وهاخد السبيت وهقطعه برضو قطع مربعات كده، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، بس وسط، يعني تعتبر ايه، ممكن البعض يشوفها صغيرة، انا بالنسبة لي ده التقطيع الوسط. طبعا تقدروا تقطعوه التقطيع اللي انتوا حابينها، بس انا زي ما قلت بحب الحاجة تبقى في الطاجن يعني مقاديرها متساوية الى حد ما، وتبقى على قد المعلقة. بعد ما هنقطعه بقى كله بالشكل ده، هو كان معاه السبيت كان فيه بيض، فانا ما بقطعش البيض، انا بس بفصل البيضايه، يعني بفصلهم عن بعضهم علشان ما يبقوش ماسكين في بعض، لكن ما بنقطعهمش عشان ما يدوبوش في الصوص بتاعنا اللي هنعمله في الطاجن. وبعد بقى ما نقطعه هتكون الشوربة بتاعتنا اللي احنا بنعملها خلاص بقى لها حبة حلوين كده. بصوا اللون بتاع المية بتاعها بقى غامق ازاي، هو ده الوقت اللي انا عايزاه، بقى لها حبة حلوين على النار كمان بتاع نص ساعة او ساعة لربع. هجيب بقى البلندر بتاعتي وهبدأ اضرب كل الحاجات دي مع بعض، القشر بالخضروات اللي انا حطاها، هضربها كويس قوي لحد ما بصوا بتعمل زي ايه مثلا بابلز كده على الوش. هنا كده معناها ان كل حاجة بدأت تتفرم، مش لازم كله قوي يبقى مفروم معانا، لو ما تفرمش كله مفيش مشكلة، اول ما تعمل لنا كده يبقى هي بقت تمام. هنرجعها تاني على النار علشان يعني تتقل كمان، وكمان الطعم يبقى اقوى. وهنسيبها على النار شوية وهبدأ انا اجهز الطاجن بتاعي. هحط بقى حلة على النار او طاسة اي حاجة، وحط فيها زيت، وحط فيها بصلاية كبيرة مبشورة. هشوح البصلايه بسيط كده اللي هي لونها يعني يدبل شويه صغيرين، وهحط عليها رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون، ورشه من الجنزبيل، ورشه صغيره من جوزه الطيب. يعني يعتبر كل حاجه حطينا منها معلقه، وجوزه الطيب حطينا منها ربع معلقه، ربع معلقه من جوزه الطيب، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الكمون، ومعلقة من الجنزبيل. وحميكس بقى كل ده مع البصلة كويس جدا لحد ما البصلة لونها يغير زي ما احنا شايفين كده. اول ما لونها يغير معايا على النار هنزل عليها الفلفل الالوان. الفلفل الالوان ده هو 3 فلفلات، واحدة اخضر، واحدة احمر، واحدة اصفر.
ودلوقتي هحط المكسرات اللي هي كاجو وعين جمل ولوز، هما مش مطحونين طحن ناعم، هما يعني ايه متكسرين شوية بس متقشرين، مفهومش ما يكونش فيهم قشرهم. وهرش عليها رشة من القرفة وهقلب كل ده مع بعضه لحد ما الريحة تطلع. انا مش بسيب الخضار يستوي، انا بدبله بس، يعني بخليه يبقى يعني يدبل شوية بسيط. وبعد كده اول ما يعني احس ان كل الحاجة بقت ميكس مع بعضها كويس، هنزل القطع بتاعت السبيت، وبعدين انزل عليها قطع الجمبري المتقطع وميكس كل ده مع بعضه. وبعد كده هحط له رشة صغيرة من الملح او حسب الرغبة، انا بحب الملح يكون قليل، فانا كنت حاطة رشة صغيرة جدا من الملح. واسيبه بقى ايه على النار بالظبط دقيقة ونص، وارجع اخد الشوربة اللي انا كنت بعملها من على النار واصفيها بالشكل ده علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وبكده يبقى كل حاجة معايا بقت جاهزة على الدخول الفرن. هجيب البايركس بتاعي وهحط فيه السيفود بتاعي، وهحط بعد كده عليه الشوربة. انا هنا بحط من شوربة الجمبري، ممكن حد يعني الطاجن ده طعمه بيبقى فظيع بجد بالميكس اللي انا عاملاه ده بالظبط. لو حد بيحب ان الطاجن يكون ناشف يعني ما يكونش فيه صوص من جواه، ممكن يستغنى عن خطوة كوباية شوربة الجمبري اللي انا عاملاها دي، ويحط بس الكريمة ويحط شوية موتزاريلا على الوش ويدخله الفرن. دي كده طريقة. الطريقة بتاعتي ان هو بيبقى فيه الصوص بتاعه، انا بحب الصوص ده جدا على الرز، بيبقى طعمه خطير، بيبقى واخد كمان من طعم البرام، بيبقى طعمه حلو قوي. فانا بحب احط شوية من عصير الجمبري او شوربة الجمبري في الصوص بتاعي كمرقة يعني للطاجن، وبحط عليه الكريمة، كريمة الطبخ، علبة من كريمة الطبخ كده على الوش، فهو بيبقى طعمه خطير. ميكس الناتس مع السيفود بقى مع شوربة الجمبري، كل ده بيعزز من طعم الطاجن، بيبقى طعمه بجد في حتة تانية فظيع. يعني دوقوه، انا واثقة ان انتوا لو عملتوه بالطريقة دي هتدمنوه ومش هتعملوه باي طريقة تانية بعد كده. والطريقة دي اصلا مش موجودة في اي حتة على اليوتيوب، مفروض اخد عليها براءة اختراع، بس تمام جربوها وقولوا لي رأيكم. بيبقى ده شكلها قبل ما بتخش الفرن. بحط عليها ترانشات كده يعني كديكور يعني للطاجن بتاعي، ترانشات من الفلفل الالوان وترانشتين طماطم صغيرة ورشة صغيرة من اوراق البقدونس، وبدخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. بسيبه بالظبط في الفرن حوالي ساعة او ساعة وربع، وبطلعه بيبقى خطير وكله كده بيبقى جوسي من جوه، والصوص بتاعه فظيع، وزي ما انتم شايفين شكله جميل ازاي. كله بقى مع الرز الابيض بيبقى خطير بجد. قولوا لي رأيكم في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوا مني كل يوم وصفة احلى من اللي قبلها.